طيب تعالوا بقى نشوف مجلس الشباب المصري بيعمل ايه. مجلس الشباب المصري يطلق مشروع لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية. احنا معانا داخل الاستوديو الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيك. عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. طيب تعال بقى ايه ناخدها واحدة واحدة معاك. ايه هو المشروع ده؟ هتعمله ايه من البداية كده؟ خلينا نرجع الاول، احنا ليه اشمعنا المشروع ده وفكرنا فيه دلوقتي؟ اول حاجة، من ليس له تاريخ ليس له حاضر وليس له مستقبل. حلو. الحرف التراثية موجودة في مصر من آلاف السنين، ومصر كانت طول عمرها متميزة جدا بهذه المنتجات لحد الغزو العثماني للدولة المصرية، ولما السلطان سليم خد أبرز الموجودين، السلطان سليم الثاني خد أبرز الحرفيين والصناع المهرة، خدهم معاه عشان خاطر يبنوا المكان اللي العالم كله بيروحه دلوقتي، ودي كانت أول نقطة في انحدار مستوى الاهتمام بالحرف التراثية. على مر التاريخ مصر شاطرة قوي 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 في ملف المنتجات اليدوية البسيطة من حيث الدقة في الصناعة وجودة المنتج وتميزه. حلو. فكرة الهوية الموجودة. طب دلوقتي احنا هل بنتكلم على هوية بس؟ لا، ما بنتكلمش على هوية، بنتكلم على اقتصاد. بنتكلم على كيف يمكن ان يسهم الاهتمام بالمنتجات اليدوية والحرف التراثية بتعزيز الحقوق الاقتصادية للفئات الاولى بالرعاية. عندنا مصر النهاردة فيها قطاعات كبيرة موجودة، لو بنتكلم على المحافظات الحدودية ليها النهاردة بصمة لوحدها، بنتكلم على محافظات الصعيد، الكليم اللي موجود النهاردة سواء في إخميم، بنتكلم على كفر الشيخ متميزة في نقط معينة، لو بنتكلم على صناعة الحلة اللي موجودة في تجمع النوبة تحت، لو بنتكلم على صناعة الفضة اللي موجودة عندنا هنا في الجمالية، عندنا في نقاط موجودة تتميز في مجموعة معينة من الحرف. للأسف عدم الاهتمام وعدم التركيز على طائفة الصناع، مصر بقت تخسر صناعيتها. تحولنا من الاهتمام والاستثمار في العنصر البشري الخاص بهذا المنتج، أنا آسف، للتحول ناحية هنقول سواقة التوك توك، أو النهاردة غيرها من هنقول الأشغال التي ليس لها مستقبل وأيضا تساهم في اندثار الهوية المصرية. فالصنايعية اللي بجد سابوا الشغلانة، مش بس كمان في الحرف التراثية، لكن كمان لو خلينا نتكلم في طائفة المعمار كمان وفئات كبيرة النهاردة للأسف سابت الجزء ده وراحت ناحية حاجة تانية هي ملهاش عمر. فكرة الجري ورا الترند للأسف هي دي النهاردة مش أحسن حاجة في الدنيا. فكرة الترند اللي بيودينا في داهية. البلد النهاردة تعالوا يا جماعة نشوف إيه المشروع ونبدأ نرجع كده في التسلسل. السنترالات بتكثف فكلنا نجيب تليفونات ونقف نديها ب50 قرش. عدينا مرحلة السنترالات تعالى ندخل في البلاي ستيشن، عدينا المرحلة دي في النت كافيه، عدينا الكافيهات، كل شوية نطلع بترند. لكن هنكمل فيه إزاي؟ ما أعتقدش إن إحنا ممكن نكمل لو ما عندناش رؤية. طب ما انا اول حاجه هقولها والله يبقى المسؤول عن ده انه زمان الدوله عمليا ما كانتش بتهتم بهذه الحرف على الاطلاق، ما بتهتمش بالنوع ده من الفنون، انها مش مجرد صناعه عاديه، دي صناعه قايمه على الفن. حلو، حلو قوي الكلام ده. جه رئيس الجمهوريه يوم الخميس او الاربعاء الماضي عقد اجتماع مع الوزيره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي، وجه بضروره العمل وتوحيد الجهود على ملف تعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية باعتباره أحد نقاط القوة ومكان من القوة الموجودة في الاقتصاد المصري. حلو. حيث أن الاهتمام بهذه الفئة سيسهم في تعزيز مستوى الحياة الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية، ونقلهم من خانة انتظار الإعانة أو الدعم الشهري لفئة المساهمة في التنمية الاقتصادية. أيضا سيساهم في إرساء مفاهيم الثقافة والهوية الوطنية لدى هذه الفئة، فدي نقطة مهمة جدا، وتبدأ كمان أنك تتحرك في هذا الإطار وتطلع بره كمان فكرة الأسواق الدولية، وده يكون أحد مصادر الدخل القومي ليس فقط النهاردة لهذه الفئات ولكن أيضا للدولة المصرية. على فكرة احنا بضاعتنا حلوة أوي، بضاعتنا كمان لما بتطلع المعارض سعرها حلو. على فكرة انت ممكن تقدر تكسب من انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية.
لانك لما اي النهارده حد بيعمل كومبير بره ممكن يشتري السلعه دي بكام، هيلاقي ان انت كسبان سعر، خامه، جوده، تاريخ. بالنسبه لي سعر مقابل جوده انا كسبان طبعا. المعارض التراثيه اللي بنتفرج عليها، وعلى فكره مصر برضو هنستغل فكره الترند، لان انا برضو احنا ممكن تكسب من كل حاجه موجوده. البازارات اللي بدات تنتشر دلوقتي في مجموعه من التجمعات، وفئات كتيره بدات تهتم النهارده، مجموعه سيدات حتى من مش هنقول القاطنين في اماكن تراثيه او اماكن من الفئات الاولى بالرعايه، ايضا سيدات المجتمع الراقي، سكان الكومباوندات على فكره بداوا يشتغلوا على هذا الموضوع، لان السيده من دول بدات انها تعالوا نعمل بازار ويبدا النهارده ناخد نادي او ناخد مكان النهارده اوبن اير ونعمل الجو ده وناجر ترابيزات ونبدا نشتغل. طب ما الدنيا هي متهيئه، الموضوع جميل، طب ما تيجي نستغل حاجه اكتر، منصات التواصل الاجتماعي ازاي نقدر نروج لهذه الفئه. كان عندنا مشروع زمان كان موجود اكيد الكل فاكره، فكره الاسر المنتجه. المشروع ده كان مشروع مهم جدا، والوزاره كانت بتشتغل عليه، والحكومه المصريه كانت كيف يمكن الاستثمار في مجموعه من الاسر انها تنتج منتجات بسيطه زي المكرميه والكروشيه، وكان عندنا معارض موجوده في المحافظات. ولكن زي اي حاجه في البلد، التوجه الحكومي والبيروقراطيه هذه الاماكن اندثرت. ليه؟ لان مفيش تطوير. اي حاجه مفيش تطوير بتفضل زي ما هي، طالما الكيرف مش طالع فوق هينزل لتحت. اتعلمنا في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي توحيد الجهود. احنا بقينا ازاي تحالف لما اتجمعنا ال 34 كيان اللي موجودين تحت المظله، كل واحد فينا عنده لوجو وعنده خبره وعنده مؤسسه وعنده فلوس وعنده مكامن قوه، بس احنا لوحدنا. لما نتجمع مع بعض هنعمل حاجه ميجا بروجكت كبير، وده اللي احنا اتعلمناه جوه، ان انت ازاي بتوحيد الجهود هتقدر تعزز من مراكز القوه بتاعتك، وتقدر كمان بقاعده البيانات الموجوده عند المؤسسات المختلفه توصل للفئات التي تستحق بجد انك سواء ان تقدم لها دعم او تستثمر فيها. طيب وده اللي هنشتغل عليه. انا هستاذنك بقى دكتور، هطلع للفاصل، هرجع بعد الفاصل هتقول لي ولو شكل التفاصيل العامه والاليه ميكانيكيه العمل الكلام ده في هذا هنقول معاك. اطلع على الفاصل وجمع تاني. طب خلونا نجدد الترحيب بضيفنا العزيز الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. وكنا بنقول بقى إيه، احكي لي الحدوتة بتاعة المشروع اللي بتعمله لتعزيز الحرفة التراثية واليدوية. قلت لي أنا هقول لك كل حاجة. حلو، احنا وصلنا دلوقتي إن أنت محتاج إنك تبدأ تشتغل وتبدأ تعزز من إعادة الاستفادة من توحيد الجهود، التجربة اللي تمت في التحالف الوطني. نوسع شويه، رئيس الجمهوريه قال توحيد جهود، ما تكلفش بس وزاره التضامن، قال لك التنميه المحليه لان عندها قواعد البيانات اللي موجوده في المحافظات، قال لك كافه الجهات المعنيه لتيسير الاستفاده من القوه والخبره الموجوده لدى السيدات في المحافظات المختلفه. الست المصريه اعتقد في الجمهوريه الجديده واخده حقها بزياده، في اهتمام القياده السياسيه بشكل واضح، في تركيز كبير على تعويض ما فاتها من تناسي او تجاهل على مدار سنوات، فاصبح ليها دور، ودايما انت بتشتغل معاها لان هي الفئه المؤثره في الاسره المصريه. فلما انت تبدا انك تستثمر فيها وتبدا انها تشارك وتكون عنصر اساسي في ملف التمكين الاقتصادي، حال البيت كله هينصلح، فحال المجتمع هينصلح. الست هي وزير ماليه البيت، وعندنا الستات المصريات اللي موجودين كمان في اقصى الصعيد، هم بالفعل هم صناع القرار الحقيقي. ده حقيقي. محدش يقدر ينسى نموذج فاطمه علبه اللي كان موجود في الوتد. محدش يقدر ينسى نماذج كتير موجوده، اذا كان الراجل اللي باين قصاد الناس بره هو موجود وهو عمود البيت، الست جوه هي اللي بتربي وهي اللي بتعد وبتاهل وبرضه هي اللي بتمشي الدنيا. خلينا نقول ان احنا النهارده ممكن نعمل ايه في المشروع ده. عندنا احنا مش هنشتغلها مركزي، احنا نشتغل بنظام اللامركزية. مجالس ادارات موجودة في كل محافظة تتكون من مجموعة من اصحاب الخبرات، من رواد ورائدات اعمال، جمعيات المستثمرين، اصحاب الخبرة في ملف التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطوير من
ملف الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بما يتناسب مع هذا العصر. أيضا مجموعة من التنفيذيين وصناع القرار هيشكلوا مجلس إدارة في كل محافظة، هدفه دراسة مكامن القوة اللي موجودة في كل محافظة، وأيضا فرص الاستثمار والتعامل بشكل جماعي. فكرة أنا مش طالب بنظام القطاعي، فكرة أن الفلاح، لو هنيجي نطبق على فكرة الفلاحين، الفلاح اللي بيبيع زرعته لوحده ما بياخدش سعر زي النهاردة الزرعة الجماعية. أي حد النهاردة الجملة غير القطاعي. فلو أنت النهاردة المحافظة بتتحرك بشكل جماعي، عندي هنا ده متخصص في الكليم، ده في الصناعات الزجاج، ده النهاردة في الحلى، ده في الفضيات، ده كل واحد النهاردة عنده حاجة. تخيل كده مجلس كامل موجود في المحافظة بيتحرك وبيبدأ النهاردة بيشتغل. ده تراثنا اللي العالم كله النهاردة عاجبه المعرض وبينستناه ان هو يبقى موجود. فكرة تراثنا لما تتوطن في المحافظات المختلفة ويبقى عندي معارض موجودة داخل المحافظات، انا بنقل كمان فكرة السياحة وفكرة الاستثمار والتجارة من المركزية للامركزية. الناس كلها فرحانة بمهرجان المانجا في اسماعيلية، عجبهم الفكرة. فدي النهاردة نقطة ما هي ممكن تتطبق في محافظات تانية بنقاط مختلفة. اتجاه الدولة المصرية لفك الارتباط بالعاصمة القديمة اللي هي القاهرة والاهتمام بالمناطق الأخرى الموجودة على مستوى محافظات مصر، مصر 28 محافظة مش محافظة واحدة. لما الناس كلها دلوقتي مركزة على العالمين ومهرجان العالم عالمين واللي بيحصل دلوقتي واللي واخد جزء كبير واللي أسكت وأخرس كتير اللي قالوا إن في دول جنبينا سحبت البساط ولن يقوم للسياحة المصرية أو النهاردة الفن المصري قومة أخرى. خفيف خفيف كده يعني، بس لازم يعني نعدي على الحتة دي. ربنا يهدي ربنا يهدي. عندنا النهاردة حتة تانية مهمة في فكرة إنك تبدأ تركز. إسماعيلية النهاردة فيها مهرجان إسماعيلية موجود، نبدأ كمان إنك تبدأ تشتغل كمان في النقاط المختلفة، مهرجان التمور في سيوة. فلما انت تبدا مثلاً تركز على هذه النقاط هيفرق كتير قوي. احنا هدفنا ما نخليش النهارده لا ست ولا راجل يستنى ان هو المعاش اللي هيجيله اللي بيقول ان هو ما بيكفوش. لا، احنا مش هندي النهارده معاشات. الاستدامه في تطوير الحقوق الاقتصاديه والتوجه نحو التمكين الاقتصادي ده الاهم. ده اللي احنا بنشتغل عليه. عشان كده كل الدوله النهارده بتتحرك في هذا الملف. ما اعتقدش بعد دعوه السيد الرئيس النهارده حد تاني ممكن يقول لك لا استنى، طب نشوف النهارده اصل احمد بيه مش موجود عشان يمضي وعلي بيه. اعتقد الموضوع ما دام عفيفه اللي في الدور الثالث مش هتبقى موجوده شويه في الملف ده. احنا بنتكلم النهارده في تحركات هتسهم في ان المواطن المصري في اقصى جنوب الصعيد يقدر يكون مساهم رئيسي في عمليه التمكين الاقتصادي في ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه اللي ما عندناش فيها رفاهه الانتظار ان احنا نبني مصانع ونستنى دوره راس المال بشكل كبير. انت محتاج تدي معالجة سريعة للمريض قبل ما يستنى الجراحة اللي ممكن لو انتظرها للأسف يفقد حياته. ربنا يسترها. أنا مبسوط إن احنا اتقابلنا حقيقي بجد يعني، وبشكرك جدا يا دكتور. كل الشكر للدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وأقول لكم الباقي طيب، ورئيس وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. المسألة مش بس في التايتلز دي، المسألة كمان في المخ والدماغ وفي التوجه والروح المصرية الوثابة. هو قال جملة دلوقتي ب 900 مليار جنيه، ايه هي؟ مش هقول لك، دور عليها في الفيديو لما ينزل على يوتيوب. خلصت الحلقه لحد كده، ولو كلنا العمر نقابلكم بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات.